لكل يلي انضموا لنا هلا بجد تحياتي الصباحيه لكم مشاهدينا ببرنامج ذا مورنينج شو، هالبرنامج يلي كلكم تعودتوا تشاهدوه كل يوم من الاثنين للخميس، هالمواضيع يلي عم تكون فعلا مهمه بالنسبه لكم ولنا نحن كمان قد ايه عم نقدر نستفيد منها، وخاصه المواضيع يلي بتدق بالعائله ويمكن بتمس العائله، وخاصه بس شخص يمكن بيوصل لعمر انه هو صار بده عنايه اكثر، صار بده حب اكثر، بهذا الموضوع يمكن شوي نحن بنحب نركز عنه، واليوم رح نحكي عن دار عجز جديد رح يبصر النور بلبنان، وبنعرف قديش اهميه هالامكنه يلي هي ممكن تكون عم بتساعد اكثر واكثر الشخص يلي هو بيوصل لعمر صار بده ناس انه تكون حده. بهذا الموضوع انا بحب استضيف دكتور جوستاف فياض، اهلا وسهلا فيك صباح الخير، وكمان دكتور جويس بستاني، اهلا وسهلا فيك. دكتور حضرتك اختصاصي بطب الشيخوخه صح؟ وهذا طب جديد رح نحكي عنه شوي، ويمكن اكيد رح يكون بنفس الموضوع نحكي عنه اليوم عن دار العجزه. اهلا وسهلا فيك جوستاف. اهلا فيك. مبسوطين فيك انك معنا اليوم بلبنان، بعرف يعني بوقت طويل كنت موجود بفرنسا، يعني كان اختصاصك بفرنسا واشتغلت كمان اشتغلت تعطيت السياسي وما زلت كيف كيف عم تدخل السياسي مع الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم؟ الموضوع عم نحكي عنه صار لي 3 سنين بشتغل عليه، عم فكر فيه وعم بحضر له وعم بشتغل له مش لحالي، مع اكيب اشتغل فيها بفرنسا ونفذته، واخذ صار له 3 سنين انا عم اشتغل فيه. شيء كانت امنيه لإلي من زمان حابب اعملها بلبنان، وهالشيء لمسته من فتره 5 سنين وقتها صار في حادثه عندنا بالعائله، واضطرينا نروح على المقوى العجزة، شفنا انه في نقص وبحاجه البلد بحاجه، فشاركنا واشتغلنا على هالموضوع وكتر خير الله تمامت الامور وخلصنا باراده الهيه ساعدتنا يعني. اكيد هلا رح يمرق مشاهد نشوف الدار يلي رح يبصر النور مثل ما ذكرت، ورح يكون اكيد يغطي حاجه لشريحه معينه من المجتمع اللبناني. شو بدنا نحكي عن مكان هو مكان كثير حلو، يعني اذا الواحد بيروح على هذا المكان بحس حاله انه هو رح يرجع شاب كمان جديد، بس ليش يعني كان فيك لانه المكان يلي موجود هو بحريسه، يعني بجبل حريسه، اذا بدنا نحكي شوي مادي هو الارض كثير مكلفه هونيك، يعني عم تعمل دار عجزي مكلف، نحن بس نقول دار عجزيه بنقول في مساعده، بدها تكون مساعده ماديه او لانه يمكن ناس ما عندها امكانيات. اللي انا رحت زرت هالمكان وشفته هو دار بتقنيه كثير عاليه بمواصفات مش لبنانيه، عالميه كمان، اوروبيه. نعم اكثر اوروبيه، نورم اوروبيه، مواصفات اوروبيه. ميمي نعم شو بتقلنا عنه؟ ليش هالقد يعني كان فيك تعمل دار عجزي مثل ما عم نشوف بلبنان؟ يلي عم تقولي فهمت شوي اكزاكتومون هالشيء. كثير ناس قالوا لي ليش بهالمنطقه استحليت تعمل مشروع دار العجز؟ كل الناس اللي قطعوا من هون بيقولوا هالمنظر الموجود تحت سيده حريسه، هلا عم يمر معنا صور يمكن الناس كمان بتشاهد تشوف المحل، هالمنظر بيطول العمر صح. هاي اول فكره اجتني. ثاني شغله، انا هدفي يعني بلشت عملي البزنس يعني الشغل، انا وتلميذ بالجامعه اون باراليل كنت اشتغل، يعني صار لي كذا سنه 20 25 سنه بتعاطى الشغل والسياسه، بس صار لي اكثر من 10 سنين حلمي اعمل شيء يكون فيه رساله، هيدي امنيتي. ف وقتها اقترح هالفكره وشفت انه لبنان بحاجه كثير وماسه لدار عجزه، وإذا أنا قادر أعمل إمكانية قوم فيه قمت فيه، بس شفت شو في النواقص، شو الحاجة كومباري مع الدار العجزة الموجودين بلبنان. حبيت زيد توش غير إنه نورم أوروبيان من ناحية السكيورتي ومن ناحية التقنية تبع الإكيبمون. حبينا الأهل يلي موجودين برات لبنان حاطين أهلهم هون، نحن نهتم فيهم، بس حبينا كمان خليهم بتواصل، يعني جهزنا المبنى بكاميرات يقدروا يتواصلوا مع اهلهم بامريكا او باوروبا فيا سكايب.
كل شيء بيتعلق بالانديكابي حسب ما شفت بلبنان مش كل الدار العجزه معمول لل 100% انديكابي. ففتنا نحن باكيبمون 100%، يعني الشخص اذا كان مكرسح بيقدر يتجول بكل المبنى بكل سهوله. وتم من الامنيه تبعيتي واقدر اعمل هالعمل الخير، حبيت اعمل مثل جملاج مع حبيت اعمل جملاج مع دار عجزه لبناني. كل اخر السنه شو بيتمم قسم من الارباح من هاي المؤسسه يتقدم للجمعيه او دار الراحه الموجود بلبنان، ودجا عندي واحد بذهني ودجا حكي معه. فهيدي من ناحيه الرساله. وما في شيء اعز من اهلنا، وما في شيء اعز من نكرم اهلنا يلي هن ربونا. فالمكان يلي عم تذكريه هو بحد محميه حريصة بمنطقه بكركي درعون حريصة. صحيح المنظر كثير حلو بعيد عن السيارات، بنفس الوقت قريب على جوني باربع دقائق، بس فينا نقدم لهم الراحه يعني ينبسطوا بهالمكان. حلو حلو. يعني انا لانه زرت وشفت، بس بدي اقول للمشاهدين انه بمحل كنت عم تفرجيني غرفه قلت لي اطلعي، بتطلع بلاقي حريصه سيدة لبنان، بتقول لي انه هيدا ما كان مفتوح، بس انا قلت انه بس كانوا عم بيعمروا، لقيت انه ما بقى تكفوا لانه من هون ثاقبت جاي من فرنسا وعم بيعمروا الحيطان، يعني عم بيخلصوا الفساد من برا، وثاقبت فتح هالاوضه وعم شفت ستاتيو تبع سيد حريصه وهن عم بيحطوا الحجار. قلت له ستوب، كان الاشتكت حد مني قال لي بس هون ما في شباك، بتغير لي الموديل. قلت له غير موديل، بتخلي لي منظر على سيد حريصه اكيد. وعملنا شباك هونيك كثير حلو موجود. دكتور حضرتك بلشتي معهم يعني بهالدار العجزي، رح تكوني موجوده معهم. قبل ما نحكي عن الدار بدي احكي عن هيدا الاختصاص. يعني احنا بلبنان بالنسبه معودين يعني الشخص بهيدا العمر هو بيكون بحاجه لطبيب عائلي، يعني ما بيكون بده اختصاص طبيب مختص. شو الاضافه اللي عم تعطيها بهيدا الاختصاص؟ هلا طب شيخوخه هو اختصاص بيهتم بيعالج كل امراض المسن. بنعرف ان المسن بيروح يمكن على عن عده اخصائيه، ان كان حكيم القلب، حكيم العظم. هون رول طب الشيخوخه او الجرياتر انه ينسق، يعمل كوردينيشن بين كل هالاختصاصات تيعالج الامراض المزمنه عند المسن. المشاكل اللي بنواجهها عند المسنين اجمالا بكون مثلا متابعه من شي خمس حكمه، يمكن يكون عنده 15 دواء بنفس النهار، عم ياخذ 15 دواء. بينما اذا اكثر من خمس ادويه ما بنعود نعرف اذا دواء بيكون افيكاس عند الشخص عند المسن. سو هون دور الجريات يعمل ريفيزيون دو لوردونانس او مراجعه الادويه، يشوف ايها ممكن تاذي الصحه العقليه، ممكن نشيلها لان ما بقى تفيد عند المسن. سو هي ايه اكثر من الكوردينيشن بين الاخصائيه اللي بيهتموا بالمسن. اكثر شيء هو بحاجه المسن بحاجه لبريزون شارج جلوبال، اللي هي معالجه متكامله، مش ما فيه بس اجي اهتم بقلبه او بس بعظمه، لانه المسن مثل الولد بيكون شخص فراجيل او حساس. يعني مهم ناخذ بعين الاعتبار كل العوامل اللي ممكن تاذيه، من التغذيه، من الصحه العقليه اذا في امراض الزهايمر او غيرها من انواع الخرف. نهتم بالموضوع لان في ادويه ممكن تاذيه، ممكن تخليه يرجع لورا، يفقد استقلاليته بسرعه اكبر اذا ما انتبهنا لها. هون دور الجيرياتر تيامن الكاليتي دو في، يعني نوعيه حياه افضل للمسن لمده اطول. هون رول الجيرياتر. وبتصوري انه العمل اللي عم تعملوه بدار العجزه دومين دو روشي، بتصوري انه رح يكون هيدا المكان فعلا المكان يلي هالمسن رح ياخذ كل المطلوب، يقدر يامن له كل شيء؟ يمكن بلبنان العالم العيال بتعطى الهم تحط اهلها بدار عجزه، يعني يمكن لانه دار العجزه عم نشوفهم بلبنان هلا الموجودين، يمكن بيستعملوا طريقه تقليديه بالمعامله مع المسن، يمكن بيقدموا له الحاجات اللازمه من الاكل للطبابه، يمكن بطريقه مثل ما معودين يعني بلبنان. هون نحن عم نحكي عن سنتر شوي دو دانيير جينيراسيون، يعني اخر التقنيات اللي مقدمت له، وما عم نهتم بس بالتقنيات او بالطريقه الطبيه اللي عم نهتم فيها بالمسن، في كمان كوتي سوسيال. يعني المسن اليوم يمكن فقد كل اصحابه، بحاجه يروح يظهر يلعب طاوله مثل ما كان يعمل مع رفقاته.
هون دوري السنتر في عنا ثلاث ميسيون، ثلاث أهداف إذا بديك بالدومين دي روشي. منهم هي الأكاي دو جور، يعني بنستقبل المسنين في نجوم بدون ما يكونوا عايشين بدار الراحة، بمدوا نهار مرة مرتين ثلاث مرات بالجمعة وكل جمعة إذا بحبوا هيك. دون بار الأهل اللي هن موجودين معهم، يمكن الناس اللي عندهم تروبل أو مشاكل ذاكرة، العبء على الأهل يمكن كل نهار يكونوا عم بيساعدوا. أكيد هذا إفار كتير مهم عم بيعطونا، بحي الأهل اللي الإفار اللي بيحطوه كتير مهم. هاي رسالة الاهتمام بمسنين. هون بالأكاي دو جور بيقدروا يمضوا نهار يرجعوا عبيتهم بالليل، بنعمل فيها اكتيفيتي، بنخلي نشغل الذاكرة، بنعمل اكتيفيتي حتى جيمناستيك ادابتي للبيرسون اجي، حتى لو على الكرسي بنقدر نعمل له حركات بتناسبه، يحس حاله انه لا انا بعد بقدر كفي، عندي اكتيفيتي بقدر اعملها. حلو، هي اهم شيء يحس حاله انه هو بعده محاط باشخاص بتحبه، منتبهين عليه، عينوا عليهم، وكمان اصحابه. عندك شيء مثل ما الدكتور جويس ذكرت كثير مهم، الجيرياتري بلبنان ما عدد الحكمة الجيرياتري، يعني بالعربي حكيم شيخوخة، عددهم كثير كثير قليل. ودكتور جويس عرفت عليها من فرنسا، هي مخرجة من فرنسا واشتغلت وظروف سمحت لها تيجي على لبنان، وهلا بدها تنطلق بالنشاط المهني اللي درسته 12 سنة، يعني بياخذ سنتين سوبلمونتير الجيرياتري كاختصاص. مشان هيك التركيز كان عنا نحن، هي كمان في مثلا بالسنت في عنا بسيكولوج، يعني نبشنا حتى الالوان نقيناها بالسنت حتى يكون الشخص مرتاح نفسيا. والاكوي دو جور حكيت عنه دكتور جويس مش متوفر كثير اليوم بالمقاول العجزة بلبنان، لانه بينطلب كثير ناس يشتغلوا، يعني موظفين، وعدد بتعرفي انت، يعني مثلا نحن عندنا 24 سويت، التيم تبعنا تقريبا 26 شخص، يعني عدد الاشخاص اللي بيشتغلوا بالسنت اللي بيأمنوا 7 ايام على 7 ايام 24 ساعة اكثر من عدد الاول. هالشيء كان الهدف انه المعامله ونكون على السمع وموجودين وشو فينا نقدم، ان كان بالطب، بالبسيكولوجي، علم النفس، بالاكتيفيتي اللي ذكرتهم، والثيرابي اللي بحاجه يعملوا طب الفيزياء. فوالا، يعني ان شاء الله هل اللي قدمتوه اللي اشتغلت عليه. نعم. واكيد دكتور جويس هون الدعم الاساسي بهالمركز يوصل مثل ما عم تفكر، يعني خدمه المسن اللي هو بامس الحاجه للخدمه، بتقنيه كثير متطوره وبيعلم التطور اكثر، وهذا المطلوب. بس نحن بنعرف انه هيدا بيتطلب اكيد يعني مبلغ معين. بعرف انه وتحت الهواء حكينا عن هذا الموضوع انه كثير مدروس بالنسبه للاشياء الماديه، مدروس كثير، يعني منا اغلى كثير بدار العجز التاني. رح احكيك هالموضوع، صحيح في كلفه عنا من جهتنا كبيره، بس اسعار اذا بدنا نحكي عن اسعار هو بتوازي اللي موجود اليوم حاليا مقارنه بالاراضي اللبنانيه. نعم. وانا بتمنى وبشجع كل شخص حابب يستثمر شيء فيه رساله وانسانيه، هذا السيكتور بحاجه كثير. حسب الدراسه يلي طلعت هلا من محطه صحفيه انجليزيه، بين انه اغلبيه السكان من اصل لبناني، يعني كمجتمع لبناني من اصل لبناني، صار الماجوريتي تقريبا، يعني البورسنتاج يلي اكبر من 60 سنه أكثر بكثير من الجن، يعني الجناس عم تترك لبنان. غير هذا الموضوع، لبنان عن جد بحاجة لعدد أكبر من ناس يهتم ببيوت راحة ويتطوروا هالبيوت الراحة. فأنا بشجع قد ما فيهم بكل المناطق اللبنانية، هول أهلنا ونحن بوجباتنا نهتم فيهم، وما بيكونوا غير مبسوطين، يعني أكيد. في فرحة آخر شيء بس توصلي وتبلشي تشوفي إنه عم تهتمي، في فرحة بقلبك بتكون. بس بعد المركز، بعد ما افتتح، يعني بعد الافتتاح رح يصير قريب، صح، لكل الاشخاص يلي بهمهم هذا الموضوع، بهمهم يكونوا موجودين مرتاحين، او بهمهم يمكن اهلهم يكونوا موجودين، اكيد فين يتواصلوا معكم على صفحتكم؟
على دومان دي روشي وهيك يمكن بياخذوا معلومات اكثر وفين يتصلوا فيكم. في على التليفون اذا بتحبي كمان باذنك. كمان اذا بتحبي تقول تليفون 09 261 005 961 00005 اول شيء. نعم اهلا وسهلا فيك دكتور جوز. تحبي تقولي شيء قبل ما نختم؟ انا بحب اكثر شيء اتوجه للعيال اللي عم بيهتموا بمسنينهم. نحن عم نجرب نعطي قد ما فينا تنساعدهم وتكون حدهم مزبوط. بلبنان المسن كتير حقه مش مأخوذ يعني ما عم بيتساعدوا هالعيال. سو ان شاء الله نقدر نقدم قد ما فينا مساعده. هي المشكله كمان نقطه ورا نقطه بتعبي كبايه بس بعرف انه نحن بعدنا يعني بالفكر الشرقي عنا وبعاداتنا انه المسن بيضل ببيته بكرامته وهيك بنفكر يعني. بس يمكن وجدت هالمحلات لحتى يكون في اشخاص فعلا هي اختصاص تقدر تخدمه وتقدم له الراحه اكثر ما يكون موجود بالبيت. استاذ ماجي يلي اولاده عم بيشتغلوا ببلاد عربيه او بافريقيا واهلهم موجودين لحالهم صح صح. نحن واجباتنا نهتم لهم يعني. هذا الصوت بيهتم باهله. نعم هذه للاسف يعني في ناس ظروف جبرتهم يشتغلوا برات الاراضي اللبنانيه ومش قادرين يهتموا باهلهم بلبنان. مثل ما جاتوا لحتى انا بقول لك عن جد بقول لكم اهلا وسهلا فيكم يعني بسي. نورتوا برنامجنا اليوم وبالنسبه خاصه بالنسبه للموضوع اللي عم تشتغلوا عليه هالخدمه يلي هي اساسيه بمجتمعنا المسيحي. اهلا وسهلا فيك دكتور جويس موفقين كمان. ميرسي. استاذ جوستاف اهلا وسهلا فيك وان شاء الله قريبا كمان نرجع نزوركم ونشوف مزبوط كيف عم بكون الشغل. اهلا وسهلا فيك.